السلام عليكم شباب بنات مصر وطن عربي، معكم محمود الشرنكاوي. النهارده في حلقتنا هعرض عليكم مجموعة تمارين للشد ورفع الصدر. قبل اي حاجه زي ما احنا بتاعتون دايما، ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا كرة توصلكم كل فيديوهات جديده كل ما نبدا الفيديو. من قبل ما اعرض عليكم التمرين الاول او كمان من قبل ما نعمل مع بعض التمرين الاول، عايز اقول لكم ان انتم لو حابين تعرفوا معلومات اكتر او نصايح اكتر عن منطقه الصدر كالعاده، افتحوا الديسكربشن او الوصف تحت الفيديو، هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بطريقه سهله وبطريقه بسيطه هتقدروا تفهموها بشكل سريع جدا. حلو قوي. دلوقتي بقى التمرين الاول اللي احنا هنعمله مع بعض بيعتبر من اكتر التمارين اللي بتبقى موجوده او المتاحه في العالم كله، بتساعد وبتساهم بشكل كبير جدا على شد ورفع منطقه الصدر للاعلى. والتمرين ده محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 15 عد. يلا بينا. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول، دلوقتي هنعمل مع بعض وهعرض عليكم التمرين الثاني. التمرين الثاني مختلف تماما عن التمرين الاول، ولكن الاستهداف واحد والفايده واحده. التمرين ده محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، وبرده هنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 15 عد. يلا بينا. you
ودلوقتي حارت عليكم التمرين التالت. التمرين التالت مختلف تماما عن اول تمرينتين احنا عملناهم مع بعض، ولكن الاستهداف واحد والفايده واحده، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عتاد. يلا بينا. واخيرا حارت عليكم التمرين الرابع والاخير. التمرين الرابع مختلف تماما عن اول 3 تمارين احنا عملناهم مع بعض، وكمان محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركة نفسها، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 15 عد. يلا بينا. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا. شو ما احنا بتعرفين دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ارجع له في كومنت تحت، وان شاء الله هكتب عليكم في اقرب وقت، او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستغرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس توصلكم كل فيديوهات جديده، وكمان برضه في نفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. سلام عليكم.